أهلا بكم أصحابي من جديد، يا رب تكونوا بخير جميعا بصحة وسعادة. النهاردة شباب هناخد باقي كورس السياحة. الحلقات اللي جاية معظمها كلها يعتبر هيكون على كورس السياحة. أخدنا يعني إيه سياحة وإيه معنى السياحة ولغات السياحة والأكواد بتاعتنا وبداية شغلنا كسيستم إزاي والأكواد اللي هناخد نلاقيها في شغلنا. طب نتعرف أكتر على شغلنا ومجالنا في السياحة. خدنا منظمة السياحة العالمية اللي احنا تابعين تحتها، وعايز اقول لكم بس حاجه لمعلوماتكم، يعني دي ممكن تنفع، يعني انا مش بكبر من نفسي بس لا صدقوني، لان انا اصلا بدورت على حاجات في كورس السياحه في كورس الفنادق ده خاصه. انا عايز ادي لكم حاجه مظبوطه مش بس باللغه العاميه وخلاص. فلقيت انه في ابحاث ومقالات ويعني دكاتره كتباها بنفس الفكره احنا شغالين بيها مش اكتر، بس بتشرح بطريقة علمية أكتر، طريقة تربوية أكتر، أو اللي فيها اللي هو اللغة نفسها أكتر من كده، كتبها بلغة اللغة العربية العربية، يعني مش كلام زي ما أكتبه لكم كده، يعني اللي هو بشرح لكم بالعامية، تمام؟ فالكورسات دي مش بس لينا إحنا كمجال، خلاص إحنا بنشتغل في المجال، بس إحنا المفروض قبل ما نشتغل في المجال معظم اللي كانوا في السياحة اكيد عارفين ان احنا المفروض كنا دارسين الكلام ده، واحنا دارسينه، وانا واحد من الناس درسته. انا درست سياحه اصلا، سنه اولى دي كانت قبل التخصص في كليه سياحه، فكان فيها كل حاجه، فنادق ومطاعم واثار وتاريخ، كل حاجه في سنه اولى كله بيدرسها. اللي هيكمل قسم سياحه فقط اكيد درس الفنادق واللي فيها فده مش فقط بس عشان تعرف لي مجالنا ده، ممكن اي احد طالب سياحه تعرفه وديله الفيديو او وريله الفيديو عشان يعرف معلومات اعمق واكتر. انا عامه في الكلام اللي جاي ده في حاجات لقيتها في بحث من واحد دكتور عامله في الجزائر، مش في مصر اصلا مثلا ولا في الكويت، مش في مكان معين. هو واحد منظمه السياحه عالميه واحده وتعريف المنشاه الفندقيه واحده، تختلف اللغه، يختلف اللفظ فقط، تمام؟ يعني ممكن فندق احنا عندنا ممكن الناس تقول البيت، احنا عندنا في مصر مثلا البيت ده بيتي، بيت الشخص ملكي، لكن في اللفظ بس يختلف النطق، بس هو التعريف واحد، انه هو مثلا فندق مكان حد بيجي يقعد فيه سواء سياحه سواء لغرض معين مثلا، بس تعريفه هو واحد، الكلمه واحده بس بتختلف النطق واللفظ فيها. فده ممكن ينفع لاي حد في كليه سياحه وفنادق برضه، تمام؟ بما فيهم اماديوس فيه على ما اعتقد قسم السياحه بياخد سيستم اماديوس برضه، موجود معاهم ده، ممكن برضه في سيستم اماديوس طلبه كتير ممكن تستفاد منه. انا كنت بدور على جروبات اماديوس على الفيس عشان افيد الناس واعمل لهم شير للفيديوهات، لقيت ان انا في الفرقه الثانيه اماديوس، دخلت فيها لقيتهم طلبه كليه سياحه، تمام؟ فاللي يعرف حد طبعا معاه في كليه سياحه في مجالنا في ايا كان، يا ريت تشيروا الفيديو او تشيروا على صفحتكم يعني بليز، ويا ريت برضه تعملوا لايك للفيديوهات وتشيروها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ده اللي حبيت اقوله في بدايه الفيديو، نعتمد ونتكل على الله ونبدا في كورسنا، كورس الفنادق. وقلنا ده اول حلقه في كورس الفنادق من كورس السياحه، احنا الحلقه السادسه في كورس السياحه والحلقه الاولى في كورس السياحه الفنادق من كورس السياحه. كورس داخل كورس طبعا، زي ما احنا قلنا انا حبيت اسميه كورس داخل كورس، والكورسات الجايه والحلقات الجايه فيها كورس داخل كورس برضو، الحاجات اللي احنا قلنا هناخدها. هقول لكم ليه كورس داخل كورس. احنا في الكورس بتاعنا ده هيشمل اكتر من خمس ست عناصر، تمام؟ احنا لما قلنا هندرس كورس السياحه، تمام، قلنا في انواع الاقامه والفنادق وتصنيفها والفرق منها، هندرسها، التعرف على بعض معالم العواصم السياحيه. طب ايه العواصم؟ العاصمه، المدينه، السيتي سنتر بتاعها مثلا، الفنادق اللي فيها. ففي الاخر نوصل للفنادق، انا مش عايز اعرف المدينه وبس ولا اعرف ايه اللي يروح السائح وبس، ما انا عايز اجيب له الفندق برضه فيه. ففي الاول وفي الاخر الحته دي تبع الفنادق. طب كيفية حجز الفنادق؟ ده المفروض كورس الواحد عايز فنادق، بس يخص الفنادق حطيته في الكورس ده. فعشان كده أنا سميته كورس داخل كورس. تمام؟ فهناخد في الكورس بتاع الفنادق إن شاء الله مع بعض أنواع الفنادق، أنواع الغرف بالفنادق، أنواع الأسرة اللي هي السرير، نوعه إيه؟ دبل، كوين، كينج، كده. أنواع الغرف برضه تيلوكس، بروبريم، ستاندرد، أبارتمنت، وان بيدروم، أبارتمنت، تو بيدروم. هناخد التفاصيل اللي هي ممكن ما تكونش انت تلاقيها على سيستم، ممكن ما تلاقيهاش بالظبط، التفاصيل اللي هي تخليك لما عميل يسالك طب انا ايه يعني كوين بيد؟ ايه مش ايه يعني كوين بيد؟ ايه الفرق بينها مثلا ولما انا اخد مثلا سنجل بيد؟ ليه بقى اقول لك ليه لما تنجل ليه كده؟ لانه احيانا
في فنادق تلاقي السنجل بيد، يعني انت حاطط سنجل واحد بس تمام، السعر بتاعه $100 مثلا في الليله وليكن، بس مش متاح تاني كاتيجوري كسنجل غير غرفه واحده. بعدين بيحولك على الكاتيجوري الاعلى وبرضه ياخدوا عميل واحد عادي، ممكن تكون غرفه كواد كوادبل في السيزون اللي اللي بيشتغل على الفنادق عارف الكلام ده، عارف كلامي وياكله. في السيزون هتلاقي انه انا احط سنجل ما الاقيش سنجل، الاقي غرفه كوادبل كواد يعني غرفه رباعيه حق اربع اشخاص ممكن يديها السنجل. اه عايز تاخدها سنجل خدها براحتك، انت عايز تحجز عندنا تعالى، بس الغرفه دي كوادبل دي بكام يا عم؟ ب $500 في الليله. من $100 طب ايه الفرق يعني؟ انا كده كده شخص واحد في الفندق ومعه افطار وتمام وكمان وغرفه بتطل على الحديقه بتطل على البحر، دي بتطل على البحر ودي بتطل على البحر مثلا، طب ايه الفرق عندك؟ انا اوصف له بقى سنجل يا فندم ده سرير واحد، دي الامكانيه اللي عندي والله حاليا ده احنا في سيزون، هي هو سرير واحد حضرتك السنجل الكوادبل تمام اربع اسره. لا ده ده مثلا انت خلاص لو عندك، لو عايز السنجل خدها له وخلاص، بس اذا عايز غرفتين في غرفه سنجل متوفره الغرفه الثانيه مش متوفره بيديلك الكوادبل، ده على سبيل المثال يعني بشرح لكم. فانت تشرح له ايه الكواد، اربع اسره مثلا او سريرين، واحد دبل واحد اثنين دبل واحد سوري اثنين دبل او اربع اسره منفردين بالشكل ده، ده محتويات الغرفه عامه. طب ايه برضو المساحه دي حضرتك ممكن تكون من 16 ل 25 متر للسنجل، دي من 40 ل 60 متر مثلا الكوادبل، دي مثلا فيها صاله دي ما فيهاش صاله. فعشان تعرف ترد على العميل في ايه الانواع، صدقوني الكلام ده والله العظيم قسما بالله اخدت فوق كورس فنادق وما رضيت اخد منه حاجه من اللي انا هديه لكم. ليه؟ انا دورت على معلومات اكتر، ايه كاتب لي دبل وسنجل ورسمهم لي كده بسمايل، والله العظيم ما استفدت، والله العظيم والله العظيم ما استفدت منه. شوف من والله العظيم لا انا كنت اعرف، لو انا كنت كده شغال على السيستم وجو قالوا يلا خدوا كورس فنادق بقى عشان تتعلموا اكتر في الفنادق. كورس عبيط لا مؤاخذه ملوش اي 30 لازمه، ونصيحه ليكم والله العظيم لوجه الله لوجه الله، واسالوا حد مجرب يعني، اسالوا اي احد خد الكورس لو انتم عايزين تاخدوا كورس فنادق. صدقوني مفيش حاجه اسمها كورس فنادق بيتدرس، يعني مش عارف اقول لكم ايه، يعني انا بديكم معلومات عن الفنادق بس سميناها كورس. بس ان انا اروح اخد كورس فنادق يدربني على السيستم، طب والله انا اوريكم السيستم ايه عشان مبدئيا بس. شوفوا مبدئيا كده يا اخوانا، مثلا تي بي او، مثلا تي بي او اهو حلو، فتحنا التي بي او اليوزر نيم واللوجن مثلا، انا بس عشان اوريه اوتوبي. طب خلينا نفتح هنا مش عايز اوتوبي انا. طب معلش لحظه اخوانا بس افتح السيستم وارجع لكم تاني. هنا لو تلاحظوا ده كورس، ده سيستم من سيستم الفنادق التي بي او، قبل كده ما كانش يطلب حاجه اسمها او تي بي باسورد اللي هو وان تايم باسورد تمام، الاو تي بي سوري وان تايم باسورد اللي هو عشان لو ده السكيورتي بقى اللي حاطينه على السيستم حاليا، وعجبني بصراحه انه ايه، انا لو فاتح من جهاز وخلاص فاتح عليه كل يوم بفتح من عليه خلاص، لو هفتح من جهاز ثاني او موبايل او اي مكان ثاني لازم يديني او تي بي عشان اتاكد انه الشخص ده هو، بيوصل لك على ايميلك الرسمي الايميلك اللي انت حاطه، وده الاو تي بي اللي وصلني مثلا لوجن تمام. هنا فتحت لحظة تمام السيستم اهو يا اخوانا، عشان ما حدش يقول لكم بس السيستم فنادق ومش فنادق وهيعلمك ايه الاونلاين كمان. بوكينج اهو هو الاونلاين يا اخوانا، بوكينج دوت كو اوفيشال سايت اهو، ده البوكينج. اتعلم اونلاين على سيستم الفنادق على الاونلاين يا اخوانا عادي. بصوا هقول لكم هنا ستاي، بس تفرق الدنيا بقى، ده مش سيستمك انت يعني، ده عادي. هنا في فلايت هوتيل سيرش كذا كذا مش عارف ايه، انا اضغط على فلايت اعمل سيرش تمام، عملت من دبي اهو هيظهر لي الاسم على طول حلو. تشيك ان متى 14/15/3 مثلا 19/3، هنا بيديني كم غرفة انت عايزها وكم شخص، عايز غرفة واحدة لشخصين، عايز شخص اتنين تلاتة اربعة حط زي ما انا عايز، عايز غرفتين لو اربع اشخاص كل غرفة فيها اتنين ماشي، عايز واحدة ماشي تمام. هنا الريسيدنس اللي هو الناشوناليتي او ريسيدنس العميل، يعني اقامته فين او جنسيته ايه، او انت بتحجز من فين عامة، يعني انا مديني في الكويت وجنسيته مصري. الناشوناليتي ممكن احطها ايجيبشن بما انه حاطط لي ناشوناليتي هنا احطها ايجيبشن، هو اوريدي بيديني سعر الجلف ماركت مش هيديني سعر مصر تمام. ستارتنج جريت دي عايز من
يعني اللي هو من ستار من ستار من من كام ستار يبحث لك من ستار اور 1 ستار اور ليس 5 ستار اور ليس 1 ستار اور مور 1 او مور اور 3. انا دايما بخليها 3 ما بديش فنادق اكتر من يعني اقل من 4 اساسا، بس 3 ده ربما العميل يكون عايز اقل سعر اقول له فيه 3 بس ده مش يعني مثلا مش حلو او عايز تحدد هنا ده حلو كمان عايز تحدد مثلا لحد 500 دينار دي ما اعرفش هتكون في الليله ولا التوتال مثلا. خلينا دي ما نحددش نسيبها الباجت دي زي ما هي. بريفير لوكيشن اريا عايز فين؟ عايز في الرجه مثلا حلو رجه بوينت رجه ديستريكس مش عارف ايه تختار طبعا هنا خلوا بالكم هنا في الكويت الرجه في كذا مكان في صلاح الدين مثلا ممكن يديني في اكتر من مكان مش في دبي بس ده ممكن يديني في هنا في مثلا في الكويت نفس الاسم بس خلاص برضو ما نعملش بريفيرد ايا كان ده يعني اختصرت السيستم بتحط التاريخ والمدينه اللي المدينه اللي رايحه والتاريخ وكم شخص بس والناشوناليتي دي ما بتغيرهاش دائما لانك انت معظم اللي بتحجز له في منطقتك هو نفس الجنسيه يعني وتعمل سيرش هيظهر لك الفنادق والاسعار. هنا برضو نفس الفكره وير يور جوينج دبي ده اونلاين اهو زيه زي السيستم بتاعنا بس يختلف شويه في الاوبشنز يختلف شويه في الشكل السيستم 50000 سيستم عندنا ممكن يختلف يعني من سيستم لسيستم الشكل السيرش نفسه يعني هنا جايب لي دبي دبي انترناشونال هناك كان جايب لي دبي مش عارف دبي ايه فندق في دبي يختلف دبي تشيك ان من 15 مثلا ل 18 هنا برضو نفس الفكره ادلتس 1 ولا 2 تشايلد روم كام غرفه تمام هنا اي ام ترافلنج فور ورك مثلا سيبك منها ما تحددهاش خليها سياحه على كده يديك اللي هو عايزه هيعمل سيرش ده عمل سيرش جاب لك الفندق اهو 29 دينار 3 نايتس 2 ادلتس مثلا 29 دينار بدل 4 دينار 49 ده البوكينج احنا عندنا هنا اهو 102 مثلا مليون بلازا اسم الفندق تضغط على بوك عشان تجيب التفاصيل مثلا او عشان تحجز الغرفه تمام انا ده سيستم والله انا مش عارف انا بس عشان الناس اللي هي خايفه انا مش يعني كورس الفنادق ده يا اخوانا بس عشان نعرف معلومات عن الفنادق لكن كورس الفنادق عشان اديك وما تاخدهوش ده انت لو دورت على النت هتلاقي كتير هتلاقي غيري انا وافضل مني انا في الشرح كمان صدقوني يعني نصيحه ما حدش يروح ياخد سيستم فنادق الا اللي هو الاوبيرا تقريبا او ما اعرفش اللي هو سيستم حيز الفنادق نفسها اللي هو بتكون بالفندق على الكاونتر وبتحجز للعملاء ده انا ما عنديش انا عندي سيستم سبلايرز اللي هو حجز اونلاين وكلاء عندي بحجز منها لعميلي انا كشركه سياحه مش بحجز منها مش انا الفندق نفسه بحجز للعميل ده غير ده ممكن تروح تاخد فيه كورس او ممكن لو لقيت لك حد يقول لك ان في ممكن يكون سيستم زي ده لان هو الفكره في ايه بتدخل التاريخ وبتحجز بس واضافاته مش اضافات ده كله داخل الحجز لما تبدا تحجز انت بس تشوف الغرفه ادي نوع الغرفه هو ده كورس ادي اللي هناخده يعني سابيريا روم سابيريا روم تو توين بيدز تمام وان كينج بيد سابيريا روم ده توين اور دبل روم ده نوع كاتيجوري ننزل تحت دبل روم سابيريا روم تاني سابيريا بريميوم روم تو توين بيدز تمام سابيريا مو معظم السابيريا اللي عنديهم تمام وسكينج بيد اد ادفانس برشيز فور دايز مثلا دي انواع وادي الاسعار بتاعتنا ما فيش حاجه يعني سيستم الفنادق مش محتاج حد ياخده اخوانا عشان ما حدش يضحك عليكم بدخلك يعمل لك دبلومه يعني دبلومه شيء مش عارف ايه وفنادق وكذا وكذا انت تفرح هذا هيعلمني فنادق يا عم والله الفنادق هو يوزر بتدخل بيه زي ما انا دخلت كده وبعدين بتدور على المدينه اللي انت عايزها مش محتاجه حاجه بس خلينا في اللي احنا فيه برضه يا اخوانا عشان انا بنفعل بامانه انا اسف والله انا بنفعل غصب عني لانه بشوف حاجات بصراحه يعني بقت حاجات ماديه اكتر ما انها يعني هدفها اديك اللي يخصك اديك الاختصاص بتاعك اديك الصح في مجالك اوكي هديه مني اديك مثلا اوراق وبتاع مع انه برضه شغل سوري هبل يعني ايه هديه مني ده تاريخ السي دي لك طب ما طبيعي انت كرسي مدوني ده ماده علميه انت واخد ثمنها مش هديه اصلا بس يقول لك دي هديه اللي اعرفه هديه حاجه تدهاني ما يكونش اصلا لها لازمه في الكرسي يا سيدي مش عايز هديه اخر الكرسي انا اديني مج دي مالهاش دخل ممكن تكون محاسبني عليها برضه دي هديه لكن هديه انا اخد كرسي من غير ماده علميه ما ينفعش ازاي مادة علمية في الاخر هدية من عندنا سي دي وكتاب بيتطبع ب 10 15 جنيه وسي دي ب 10 جنيه ادي 25 جنيه تحسب لي الكرسي ب 2000 جنيه في الاخر انا مع احترامي للناس انا يعني ده اكل عيشهم يعني ربنا يزيدهم ويرزقهم
بس برضو واجب نصيحة يعني، أنا أبقى بين البنين يعني، أنا نصيحتي ليكم أنتوا كبشر كبني آدمين بتدوا الكورسات دي، راعوا ربنا في الناس اللي بتدفع الفلوس دي، لأنها بتدفع عشان تشتغل عشان تلاقي لقمة عيش، أكل عيش زي ما بيقولوا، مش بتدفع علشان اللي هي معاها فلوس عايزة تطيرها وخلاص، أو هي اللي هي عايزة تاخد خبرة أكتر وخلاص في الدنيا، أروح للتفاهة أقول ده أنا هديني كورس مثلا وهديني الورق عليه، ولا هديني كورس الفنادق. طب إيه كورس الفنادق اللي أنت هتديهوني؟ هتفتح لي السيستم وتقول لي كذا؟ احجز تاريخ كذا وكذا؟ لا، كورس الفنادق صح كمعلومات كدراسه، اوكي لو كده هديهولك انا يا عم، اوكي هتشوف كورس الفنادق اللي انا بديه ايه ولا هدولكوا ايه، وشوف كورس الفنادق لانه سيستم، انا بشوف الاعلان سيستم حجز الفنادق، طب هيديك ايه فيه؟ طب اهو سيستم حجز، احنا خلصناه على فكره سيستم حجز الفنادق، احنا كده على فكره بالكلمتين دول احنا خلصناه كده، اصل انت بتحط التاريخ والحجز ما فيش غير ان انا هقول لك ايه الفرق بين دي ودي، وهناخد انواع الغرف يعني اللي هناخده ده، انواع الغرف دي الانواع الاسره وانواع الغرف، مش هيدولك بسيستم الفنادق، هيدولك هو بيفتح السيستم زي ما انا فتحت كده، دي غرفه توين يعني حق شخصين، غرفه مش عارف كواد يعني حق اربع اشخاص بس، هيديك تفاصيلها، هيديك مساحتها، هيديك اللي انا هدولك ايه، هيديك الفرق بين دي ودي ايه، هيديك الفرق بين الفندق اربع نجوم والخمس نجوم والثلاثه ايه والاثنين ايه وده ايه وده ايه وده ايه وده، مش هيديك حاجه صدقني. فاستنى، اللي عايز ياخد كورس فنادق كل اللي اقوله لك نصيحه، استنى اول حاجه كمل معايا الكورس واسمع وشوف، تاني حاجه اسال حد يكون واخد الكورس ده في المكان اللي هتاخد فيه، هل استفدت منه؟ ايه اللي اداهولك؟ وريله فيديو من فيديوهاتي، ان كان ربع ده انا هديهولك ده في كورس اللي احنا سميناه كورس الفنادق ده، هديهولهم هو في السنتر اللي هياخد، اوكي تمام. ونصيحتي برضو مره تاني للناس اللي بتدي تدي الكورسات دي، احنا كمجال مش محتاجين ان احنا يعني نلم فلوس من حياة كلام وخلاص، مش قاعدين في سوق، لا مجالنا مجال محترم يا اخوانا، عايز تدي حياة تديها صح، اديها كورس صح، هنعلمك ازاي تفتح سيستم وخلاص كده، مش هدية وتعملها اوفر وكبيرة وكأنه سيستم الفنادق ده حاجة كبيرة، ده يا راجل ده السيستم بتاعي بقى، ما انا بنتي اصلا سنتين سنة تانية ولا اتنين لو عرفت تتكلم انا هعلمها على السيستم، تتكلم ازاي يا اخوانا؟ السيستم ده للفنادق، التذاكر نفسها مش الفنادق، تذاكر نفسها تافهه، مش بقلل من مجالنا بس شغلنا بسيط، مجالنا عشان مجال محترم ولذيذ تمام، الشغل عليه مش عقد، مش متعقد، ما فيهوش عقد، فاجي اعمل الفندق عقد، ومع انه في 90% من الفنادق من الشركات ما بتشتغلش فنادق، والديبارتمنت بتاع الفنادق ده بيبقى ده ديبارتمنت لوحده، كورس الفنادق برضه لو هياخده يدورك يديك اسعار مثلا، كورس الفنادق اللي هيدورك يديك فيه الكوتيشن بيجي ازاي، تجيب الفندق من السبلاير من يعني الفندق من الفندق يعني سعر الفندق ده تجيبه من الفندق ازاي، تعمل له كوتيشن على السيستم عندك ازاي، لكن تقول لي ان انا اديك كورس تعرف تحجز ازاي، دي شغل عيال لا مؤاخذه، عيل صغير يعرف يعمل ده، انت الفيس لو فتحته ده اسهل منه يعني، انت الفيس لو فتحته يعني الفيس بتاعك لما تفتحه بتجيب البوستات بتاعتك مش عارف ايه بتاع، عايز تدور على حاجه، عايز تدور على كلمه على دوله دوب على مثلا اميريتس تمام يونايتد، مجرد ما تدخل يونايتد هيجي لك برضه في البحث زيه كده اهو، طب انا رايح مثلا باريس انا بدور على كلمه باريس مثلا عايز اشوف معالم باريس ولا ولا ولا، لمجرد ما ادخلها برضه هل شو السيستم مهنك شويه فما بيرضاش يجيب بسرعه، باريس رايح باريس اللي هي في فرنش في فرنسا ولا في امريكا ولا ولا ولا، انا عايز لفرنسا مثلا عايز ادور على معالمها السياحيه، ده لو على الفيس تمام، قال لي في اختيارات بتيجي طبعا في فلتر تحت في الفيس، لو انا بشوفه بصورك بشرح لك ازاي، في فلتر في الفيس اللي هو مثلا زي مثلا اقدم المنشورات احدثها الجروبات الصفحات اللي موجوده مش عارف ايه، لا انا اختار تاريخ مثلا تاريخ، طب فلتر ده كانه فلتر كده روم مش عارف ايه، اضغط عليها بحث، ادي السيستم يا اخوانا بتاع الفنادق، لو كورس الفنادق اللي هتاخدوه يا اخوانا او الناس اللي بتدي كورس الفنادق لو هتدوا في الكوتيشن هتدوا في فندق ان انا احجز ان انا اشتغل في فندق هيلب ديسك ولا نفرونت ديسك سوري اشتغل نفرونت ديسك في فندق ان انا احجز لعميل جاي يحجز عندي او ان انا في مشكله مع حد حجز اونلاين او ايا كان حجز من فين وانا كنفرونت ديسك اشوف المشكله فين واشوف الحجز ده فيه ايه اوكي هتعلمني الكوتيشن في الكورس اوكي مفيش مشكله اللي هو الكوتيشن التسعير اللي هو الفورم بتاع التسعير بيجي ازاي الضرايب ازاي ودي ازاي ودي ازاي اسعار الطفل ايه الكبير ايه الصغير ايه الدوله الماركت بيشتغل ده كله اوكي كورس فنادق محترم مع احترامي ليكم كلكم لكن تقول لي اعلمك ازاي تفتح كورس الفنادق معلش ما تضحكش عليا
ونشتغل على نظيف زي ما بيقولوا. ونصيحتي بالنسبه للشباب اللي عايز ياخدوا الكورس ده زي ما بقول لكم، دوروا على الكورس اللي هتاخدوه بتاع لو كوتيشن. انا ماليش في الكوتيشن بصراحه وما يهمنيش، مع احترام لكم، بيجي من فين. انا مهم اني اعرف سواء الطفل او الانفنت ده بيبقى واحد فري او اتنين فري بس، خلاص خلصت. ما الكوتيشن بيجي من فين او يجي ازاي، ده لو عايز اتعمق وهشتغل بعد كده انا بقى في الفرونت ديسك مفيش مشكله. لو عايز اغير من ريزرفيشن للفرونت ديسك مفيش مشكله، هو نفس الفكره، بس الفرونت ديسك اكتر شويه تمام، لو بوزيشن اعلى شويه، ان انا اللي بعمل السعر بقى. هو ده السعر ده اللي احنا شايفينه ده 117، في حد ورانا ورا ده عامل له كوتيشن اللي هو على السيستم بتاع حجز الفنادق، مش السيستم ده سيستم تاني غير ده، من سيستم لسيستم الاسعار بتيجي. انا فاهم شويه بس مش عايزين ندخل فيها، احنا عايزين ندخل شغلنا بس. احنا قدامنا عميل، ما قدامناش فندق هنجيب منه سعر، احنا قدامنا عميل. دي غير دي، ده ديبارتمنت واحنا ديبارتمنت تاني خالص تمام. فبالنسبه للناس برضو، انا معلش انا برجع اقول وعيد، معلش برضو اللي هياخد الكورس يعرف ايه اللي فيه، هيديك كوتيشن ابن الحلال، وهيديك السيستم بتاع اوبرا تقريبا على ما اعتقد، سيستم الفنادق اسمه اوبرا، ان انا ما اشتغلتش عليه ولا ما اعرفهوش ومش عايز اعرفه، لان انا مش ناوي اشتغل الفرونت ديسك اصلا. بالنسبه لي انا كموظف مش عايز اشتغل الفرونت ديسك، انا ريزرفيشن عاجبني تمام وشغلي عاجبني وحلو زي الفل، بحجز الفنادق بتاعتي وبحجز التذكره بتاعتي وتعمقت فيه الحمد لله، نشكر الله يعني على كل حال 100 100. لا عايز اشتغل من ديبارتمنت لديبارتمنت تاني، ده قصه تانية بقى، دور بقى على مكان تاني، لان انا خاص بالحجز اللي احنا على اساس ان احنا بنحجز لعملاء تمام، مش بناخد من فندق ولا بنسعر الكوتيشن نديه للسيستم ولا من فندق لفندق ولا الكلام ده. حلو. فاللي هياخد الكرسي يا اخوانا يسال زمايله ويشوف الكرسي، هل نفسي ده؟ لو نفسي ده يشوف يقيم، هل يعني انا خلاص فادي اداني الكرسي او خدت عرفت معلومات عن الفنادق وخلاص خلصت كده، ولا في هيديني حاجه ثانيه الكرسي هيديني زياده؟ لا اخده، لانه في كرسي اسمه كرسي حجز فنادق لوحده. طب ده كرسي لما اسمه كرسي حجز فنادق يا اخوانا ما فيش هلله فيه والله غير السعر وكذا، وهتعرفوا معايا. يعني اقول لكم ايه اللي في حجز الفنادق، الا لما تحجز الفندق عايز تعرف نوع الغرفه، عايز تعرف نوع السرير عشان توصف للعميل، والغرفه مساحتها مش مساحتها، ده نوعها، والسرير نوعه ايه، كبير صغير، ده ليه اسماء اصلا عندنا، الغرفه الثلاثيه رباعيه استوديو شقه ليها مساحه وليها ليها ليها، انت ممكن تجيبه من اي مكان، بس انت بدل ما تقعد تدور للعميل ها قدامه لا توصف له مبدئيا. يعني السنجل بتبقى تتراوح من 16 ل 25 متر، لما اسالك كم متر السنجل، لانه الناس بتسال عارفه السنجل دي كم متر، مش هتقعد تدور انت وتدخل انت. انا طبيعي احنا بندخل على بوكينج ونكتب اسم الفندق اللي احنا عايزينه وعليه هنا جراند مثلا، وادخل اشوف الفندق. معلش هو النت ضعيف شويه يا اخوانا عشان كده بحمل، بس على ما يحمل اقول لكم اللي فيها. بدخل اشوف الكاتيجوري اللي انا شايفه مثلا، اهو مثلا شايف مثلا ايه ده، طبعا صور الفندق، انا ممكن انسى السيستم خالص واعمل له بوكينج، لانه بوكينج عليه معلومات اكتر للعلم، يعني عليه معلومات اكتر من السيستم بتاعنا. السيستم بتاعنا بس بيديك التفاصيل اللي هي اهو بس كمساحه ككذا، مش كل سيستم بيديها لك يعني، لا بعد ما تحجز ممكن يديها لك. ده ديلوكس دبل روم، ايه الديلوكس دبل روم ده؟ هنا لما تفتح في بوكينج مديها لك 25 متر مربع فيها بلكونه مش عارف ايه بتاع دي البوكينج للاسف ان هو الوحيد اللي بيديك الغرفه اللي هتسكن فيها، دي الغرفه اللي هتسكن فيها مع بوكينج تمام. طيب الديلوكس روم، ديلوكس اكسكيوتيف روم تمام، دي 29 متر اكبر منها مع بلكونه مع كذا، مش مهم الفاسيلتي اللي فيها ايه دلوقتي، احنا بنتكلم كام ساعه مثلا تمام. في سويت باث روم مثلا، هنا فيها سويت باث روم، فيها ان سويت، سوري ان سويت باث روم. حلو، مفيش كاتيجوري تاني كنت وريته لكم، بس انت اخترت الديلوكس دبل روم. ايه الديلوكس دبل روم ده؟ ايه يعني ديلوكس مثلا؟ والله هي غرفة اسمها كده مثلا، غرفة اسمها ديلوكس، نوع من انواع الغرف، المساحة بتاعتها 25 متر مثلا لو سنجل تمام، ستاندرد روم مثلا او ستاندرد دبل روم سنجل روم. ايه الفرق بين ستاندرد او ستاندرد دبل روم برضو؟ ستاندرد ديلوكس بروميوم دي كلها اسماء، دبل روم سنجل روم في كل الكاتيجوري اللي هو 3 4 5 صغيرة، 3 اشخاص شخصين سنجل دبل، برضه في ستاندرد وديلوكس وابارتمنت وكذا كذا في كل حاجه. طب ايه الفرق بين دي ديلوكس؟ والله دي 25 متر تقريبا فيها كذا وكذا وكذا، اللي فيها مثلا صفه فيها كرسي، الستاندرد غرفه عاديه جدا ممكن يكونش فيها غير كرسي بس وتسريحه مثلا وسرير واحد، مش سريرين كبار كبار كل سرير كبير، لا ده سرير واحد كبير مثلا، غرفه مساحتها 20 متر بدل 25 او من 16 ل 25 كده
ادي كله اللي هناخده ده اللي هناخده في الانواع الاسره مثلا. معالم العواصم دي مش ما اعتقدش هيديها لك، مستحيل هيديها لك في الكورس ده، ما دي ثقافه مع نفسك بقى. تمام. الريكوستات الاضافيه ده داخل الحجز، ايه الريكوستات الاضافيه؟ مش هنعملها على بوكينج، انا هعملها عندي هنا ونطلع من ده خالص اصلا انا ليه فاتح ده. تمام. يا الله، ايه هي الريكوستات الاضافيه يا اخوانا؟ ان مثلا انا عندي واحد بيدخن، هو صاحبه خد غرفه، عايزين غرفه مدخن للمدخنين، اعمل له ريكويست على الحجز سموكينج روم. انا معايا عيله مثلا خدنا غرفتين، احنا كنا بندور على فاميلي روم مثلا، او كنا بندور على شقه غرفتين وما لقيناش مثلا، اللي لقيناه متاح غرفتين دبل بس، اربع اشخاص مع بعض. تمام. لقينا غرفتين دبل بس، اعمل له ومفيش كونكتنج روم، مش متوفره او مش متاحه عندي على السيستم، ممكن تكون متوفره في الفندق بس مش موجوده عندي على السيستم، مش مديني الاوبشن. خلاص اعمل له حاجه اسمها ايه، سبيشال ريكويست او ريكويست، اعمل له كونكتنج روم للغرفه. طب مثلا الغرفه مش مديني اللي طالع معاها ايه، اقول له مع اطلاله، ده برضه ريكويست. تمام. يعني حسب الافيلابيلتي اللي عندهم، حسب الافيلابيلتي اللي عندهم، مش هيديهولك وخلاص او مش هيديهولك. يعني بنسبه 99% ما بيكونش متاح، ال1% ده انت وحظك بقى. طب لو هاني مون دي ممكن اللي بيعملوا لك زياده هي الغرفه بس، ممكن يعملوا لك ايه، يهتم بيك شويه مثلا، ايه سبيشال كده كيسي، يعني سبك فاتحه زي ما بيقولوا، طبق فاتحه فاكهه سوري، الافطار يطلعوا لك فوق، الغداء فوق، العشاء فوق، هو العشاء والغداء والفطار ده في ايده فوق يطلعوا لك، الا اذا لو كانت بتشاري برضه هيقول لك ده بتشاري او يشاريك عليه. بس اذا انا طالب ريكويست وقال لي تحت ميبي تول كوست، هقول له بليز ميك ات فري، عشان ابين له ان انا عايزها فري، لو بالكوست ما تعملهاش. تمام. هنا مثلا توير روم، يعني انا مثلا برضو اتنين مسافرين مع بعض واخدين غرفه دبل، وكينج البيت كينج بيد السرير بتاعهم دي اللي متوفر برضو في الحجز، انا اخدت الكينج بيد، لكن انا لما اطلب مثلا اقول له توين روم، توين بيد روم مثلا، انا عايز سريرين منفصلين، سرير واحد كينج بيد، ده لو اتنين مع بعض مثلا زوج وزوجته مثلا مسافرين. تمام. وعايزين ياخدوا سرير، ما ينفعش طبعا زوج وزوجته سريرين منفصلين مثلا، فعايز سرير كبير، يا اما اقول له كين اور كوين بيد، هو كينج سوري كينج بيد افضل، يعني ده ممكن تلاقيه متوفر، كوين ده اكبر منه شويه مثلا. ف انا كنت هناوي اتكلم والله في الكورس النهارده، كنت ناوي ناخد انواع الفنادق تمام، وناخد الكاتيجوري وكذا وكذا، بس انا مش هقدر اشرح غير انواع الفنادق، الإقامة اللي هي بس الثلاث حاجات دول هنشرحهم مع بعض، الفندق وتعريفه. يعني بصراحة أنا طولت عليكم بصراحة، بس أنا انفعلت، أنا آسف إن أنا انفعلت بصراحة، بس ما كنتش أتكلم أصلا في السيستم والله، أنا ما كنتش أتكلم أصلا في الكورسات اللي بيدوها، بس والله العظيم من خوفي على الناس، مش يعني أنا ما أعرفش حد، عشان بس الناس ما تقولش ده بيألف أو بيمثل، لا والله، بس بجد يعني أنا واحد من الناس بحط نفسي مكان الناس دي، بيضحك عليها والله العظيم. أنا لما بشوف ناس بتاخد كورسات بمبالغ وقدرها تمام، ما فيش شهاده معاها في الاخر او الشهاده بتاعتها، بس بتشتغل، وضع مصر غير، بس بصراحه بتشتغل. يعني انا اعرف واحد واخد كورس، الكورس يا اخوانا مكلفه 850 جنيه، ما خدش شهاده، متدرب على ايد واحد زي حالاتي، مع احترامي للشخص تمام، متدرب على ايد واحد زي حالاتي، شغال في شركه سياحه وخد الشهاده من كل شركه سياحه، ودي ما فيش شركه سياحه بتدرس ده لو عرفها الطيران المدني يقفلوا له الشركه اساسا. واحد دي خبره في المجال، اداله واحد اتنين تلاته، انا قعدت مع الشخص ده والله عايز اقول لك يا اخوانا حرام الفلوس اللي اتدفعت، واشتغل ازاي الله اعلم. الفويد اللي احنا واخدينه من سنه ولا سنتين دلوقتي، الفويد يعني الفويد يعني مش عارف يعني ايه فويد ويعني ايه ريفاند ويعني ايه، مش عارف الفرق بينهم. يعني جالي انا حاجه كنت حاجز تذكره النهارده وحبيت الغيها، الطيران قال لي ادفع ومش عارف، ولا زميلي قال لي ادفع، ولا ده قال لي تدفع ايه يا عم، كان غلط في تذكره، تدفع ايه اذا كان مصدرها في نفس اليوم، جزيره عربيه سعوديه اسمها ده فلاي ناس، طيران معين ما ينفعش، ده اصلا مش عندنا على السيستم، ما نزلش جزيره كمان نازله على جاليليو، بس ما ينفعش تفوتها اساسا، خلاص اتصدرت التذكره، الرولز بتاعتها بتاخد الرولز الاونلاين، الاي بي اللي هو الايجنت بورتال بتاعتهم، فلاي ناس كذلك ما ينفعش تفوتها، بيجاسوس كانت ما ينفعش تفوت، الله اعلم دلوقتي تقريبا ممكن تقدر تفوتها، عشان دي ليهم الايجنت بورتال بتاعتهم، انت
فريق الايجنت بورتو المفروض تحجز عليه، بس نزلوها في الاميريتس ولا جاليليو دي اوكي، بس ليهم الرولز بتاعتهم ثابته ما ينفعش تفوت فيها. فلاي دبي كانت غير قابله للفويد الاول، دلوقتي انت تقدر تفوتها لانه بقى ميديوس يوزر تقريبا دلوقتي. فكان بيقول لي ايه بقى، انا دفعت من جيبي وعشان الغيها كان في حرف غلط. قلت له الحرف الغلط ممكن يتعدل، بس تكلم الطيران الالغاء نفسه طالما طيران كذا تقدر. ده على مصر الطيران يا اخوانا، مصر الطيران لو 1000 فويد ما بيجيلكش ديبت عليها. الف مصر الطيران ما فيهاش يعني ما فيهاش اللي هو الزنجة قوي يعني، كتر خيرهم يعني، ما بيزنجوش قوي على العميل على الموظف. مش اي حاجه بيجي لنا ديبت عليها، ده لو الحرف غلط وانت حطيت الاسم تحت كتبته ذا كوركت نيم از كذا وكذا وحطيت معلومات الجواز هيعديها على الكاونتر. عفوا تكلم الطيران تقول له حصل واحد 2 3 هيقول لك عادي هنعدي لك ونكلم الكاونتر احنا هنا عادي بتعدي. غير كده الفويد نفسه انت لغيها في نفس اليوم، ليه تلغيها برسوم؟ طب المفروض كانت غير مسترجع، كنت هتعمل ايه؟ كنت فعلا من جيبك كله وخلاص واحجز وغيرها للعميل، حرام عليك. لذلك جلد انا عايز اقعد معاكم بتاع مش والله العظيم يا اخوانا، كنت شغال في شركه سياحه في مصر وكنت هغير واروح شركه سياحه تاني والله. يعني صاحب الشركه نفسه راجل محترم يعني في الغردقه، راجل محترم، كنت هعلم بنته، انا كنت هدرب بنته، قلت له عادي مش تحت وفري، مش عشان اشتغل، لا انا ما كنتش لسه هشتغل اساسا، وديت له ورق وقعدت برضه ما اشتغلتش عنده. قلت له عادي بس اظبط شغلي، وكنت شغال في شركه ثانيه اظبط شغلي ما بين ان انا اجي اديها الكورس وما بين ان انا يعني احاول اروح بدري بيتنا، مش هقعد من 8 الصبح بره البيت يعني بالليل. كنت هديها الكورس وشافت الشرح بتاعه، شافت كده كنت فاتح القناه وقتها دي مش من سنه تقريبا كده، شافت الشرح بتاعه وشاف الشرح بتاعي، قال انت كمان بتشرح؟ قلت له ايوه انا 8 9 سنين خبره في الشغل في مش في المجال السيستم، انا مش هقول لك كمجال عامه، انا اعتبرني ابيض يا ورد في اي حاجه تاني ما عدا اماديوس، ده شغلي دي حياتي اماديوس اساسا. فيجي واحد لمؤاخذه يعلمك وياخد منك فلوس وابيض يا ورد بعد كده، ده حرام. فالحلقه دي يا اخوانا اعتبروها اعتبروها ما جاتش، تمام؟ اعتبروها ما جاتش الحلقه دي، بس هو عامه اخذنا خلفيه على الاقل على سيستم على سيستم الحجز مثلا، بس اعتبروها ما جاتش برضه يعني. خلينا نكمل عشان نخلص، وانا مش هخلص لو اتكلمت كتير بصراحه. بس خلينا ناخد انواع الاقامه على الاقل النهارده، استفدنا بحاجه وفاتكم بحاجه بعد الصداع اللي صدعته لكم. انواع الاقامه اللي هي الفندق او المنتجع. اول حاجه تعريف الفندق، الفندق هو منشاه تؤمن وسائل الراحه والسكن للناس والخدمه الرئيسيه للفندق هي توفير حجره للنوم، الخدمه الاساسيه اللي انت رايح الفندق عشان تنام. فندق معمول للراحه اولا والترفيه ثانيا والعلاج ثالثا وكذا حاجه، بس اولا انت لازم سرير، طالما انت رايح فندق يبقى لك سرير. الا ان معظم الفنادق يوجد بها ايضا مطعم واحد على اقل تقدير، يبقى لازم الفندق في غرفه النوم دي اساسيه، ممكن يكون في مطعم ما يكونش، دي بقى على حسب الستار بتاعته على حسب ما هو عايز. وتوفر كثير من الفنادق الكبرى قاعات وخدمات الاجتماعات، في بعض الفنادق فيها خدمات قاعات الاجتماع ويضم بعض تلك الفنادق المحلات التجاريه، كما انها توفر وسائل التسليه. وتتراوح احجام الفنادق بين مباني ضخمه تضم اكثر من 3000 حجره وفنادق صغيره تحتوي على اقل من 10 حجره. يعني في فنادق كبيره وفي فنادق صغيره، 100 غرفه 200 غرفه 500 غرفه 1000 3 براحتك. ولا تقدم الفنادق الصغيره نوعيه الخدمات نفسها التي تقدمها المنشآت الكبرى، الا ان الغرف والوجبات الغذائيه بها تقل اسعارها. يعني الغرف الصغيره الفنادق الصغيره اكيد اقل من الكبيره، الجوده اقل اساسا. تمام. والوجبات لان الغرف والوجبات الغذائيه بها تقل اسعارها في الغالب عن مثيلاتها في الفنادق الكبرى. وتعود ملكيه العديد من الفنادق الصغيره الى افراد عائله واحده، كما انهم هم الذين يديرونها بانفسهم. طيب. وتوفر معظم اعضاء من الفنادق خدمه الغرف التي يستطيع النزيل عن طريقها طلب احضار الطعام والشراب اليه في غرفته. وكذلك بامكان النزلاء بالفندق ان يطلبوا غسيل ملابسهم وكيها، ويتقاضى بعض الفنادق من الزبائن اجره الغرفه فقط. اما الوجبات الغذائيه والخدمات الاخرى فهي تخضع لرسوم اضافيه، كما يقدم العديد من الفنادق خدمات الطعام والنوم بسعر محدد، اما ان تقدم وجبه الافطار فقط او وجبه العشاء فقط او الفولكس اللي هو اللي هو شامل الافطار وغدا عشاء، ده براحته. تمام.
ناخذ نبذه عن الفنادق. اكبر فندق في العالم مثلا كان في 2006 اضريت موسوعه غينيس الارقام القياسيه فندق العالم الاول في مرتفعات جنتينج في ماليزيا كاكبر فندق في العالم، ضم كان فيه 6118 غرفه. في فندق ثاني اسمه ازماليوفو في موسكو فيضم اكبر عدد من الغرف وعددها 7500 غرفه، يليه فندق فينيتيانا في لاس فيغاس ومجمع البلازو في لاس فيغاس 7117 غرفه، مجمع ام جي ام جراند لاس فيغاس 6852 غرفه. يبقى عندنا اكبر عدد هو ده 7500 غرفه اللي هو ازماليوفو في موسكو. دي احصائيات. اقدم فندق في العالم حسب موسوعه غينيس للارقام القياسيه في ان اقدم فندق لا يزال عاملا هو فندق نسياما اونسين كينكان في ياماناشي في اليابان. افتتح هذا الفندق اول مره عام 77 للميلاد، تعاقب على تشغيله 46 جيل من نفس العائله. حمل اللقب فندق هوشي ريوكان حتى عام 2011، ده كان اسمه لحد 2011، ويقع في منطقه كوماستو كاشوي في اليابان، وقد افتتح عام 718. يبقى هو كان مشغل من 77 تاريخ الميلاد بس افتتح في 718 ميلادية، تمام؟ يعني بعد حوالي 700 سنة. أعلى فندق في العالم يدعى فندق ريتس كارتون، وريتس كارتون كارلتون دي أخوانا، ريتس كارتون اللي هي ما بتنطقش ال في النص، المهم ريتس كارتون ده سلسلة فنادق أصلاً، في منها في تركيا، في منها في دبي، في منها في القاهرة في مصر، في منها في دبي في باريس، دي سلسلة فنادق عالمية. تمام. فأكبر فمن ضمن أعلى الفنادق جاء اسم ريتس كارتون في هونغ كونغ، إنه أعلى الفندق في العالم، يقع في الطوابق العليا من مركز التجارة الدولي. ده كمان مبني على إيه؟ على مبنى تاني وهو هونغ كونغ، على ارتفاع 484 متر 1588 قدم فوق مستوى سطح الأرض، يعني ده وصل للسحاب. طب لو قلنا أغلى فندق في العالم، في تشرين الأول أكتوبر 2014 قامت مجموعة أمبانغ للتأمين ومقرها الصين بشراء والدورف استوريا نيويورك في مانهاتن بمبلغ مليون و950 مليون دولار بالضبط، تمام، ما يجعله اغلى فنادق يباع فيه على مدى التاريخ. طبعا الاسعار اللي بتسمعوها دي والحاجات دي النادره والكلام ده بيغلي من سعر الفندق الاقامه فيه، يعني فندق زي ده مشتري بمليون بليون مش هيروح يديك الغرفه ب 10 دولار زي فندق نجمتين مثلا، لا ما كانش ب 50 60 الف دولار الدولار اللي مش هتخش الفندق مثلا، يعني مش دافع ده كله عشان تيجي تدفع انت زيك زي اي حد للمؤاخذة. المهم ناخد انواع الفنادق. انواع الفنادق هي هناخد ثلاث انواع رئيسية النهارده بقى، وبعدين هنكمل الباقي ان شاء الله. في ثمان انواع تاني دي اللي هي زي ما تقولوا كده اللي هي في اللي هي دي اللي هي تبع تصنيف المنشآت، التصنيف فندقي حسب الدرجات ونوع الخدمة اللي هي من نجوم وكذا وكذا. وعندك التصنيف الثاني التصنيف التقسيم النوعي بالنوع، هي برضو زي سكني وكده، يعني ثمان انواع. المهم ناخد دول اهم حاجه. الفنادق التجاريه اول حاجه، يقع معظم الفنادق التجاريه بالقرب من المطارات او بالقرب من اواسط المدن الكبرى او المدن المتوسطه، وتقدم هذه الفنادق خدماتها اساسا لرجال الاعمال الرحاله والغلاء الذين يقومون برحلات قصيره، ويتسم كثير من هذه الفنادق بمحيط فخم وبمجال خدمات واسع. يعني هو بفندق مش عايز اللي يدخله ما يطلعش بره، فندق في مطعم في حمام سباحه في جيم في 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 كل حاجه. ويملك الزبائن الخيار في معظم الفنادق التجاريه بين عده مطاعم تتراوح بين المقهى الرخيص وقاعات الطعام الفخمه، وتقدم بعض مطاعم هذه الفنادق بعض انواع الترويج. اما المحلات التجاريه في الفنادق التجاريه فتضم محلات الملابس ومحلات الهدايا ومكانا لبيع الصحف، كما تضم بعض الفنادق التجاريه محلات الحلاقه وصالونات التجميل، ويحتوي كثير منها على حمامات سباحه، حمامات الساونا البخاريه، وتضم فنادق تجاريه كثيره صالات واسعه بامكان نزلائها او اي مجموعات اخرى استخدامها للحفلات والولائم او مؤتمرات اجتماعات بزنس كده يعني. ويقدم قسم التغذيه بالفندق وجبات الطعام والوجبات الخفيفه لمثل هذه المناسبات. برضه حتى لو في مناسبه عندك ممكن يقوموا باي حاجه تبع الاغذيه يقدموها لك سواء مشروب او اكل. فنادق المنتجعات هي تقدم وسائل الراحه والسكن والطعام، برضه هي نفس الفكره يعني، اللي هو الشراب والسياح ولهؤلاء الذين يتمتعون باجازتهم، كما يوفر بعض هذه الفنادق ملاعب الجولف والتزلج. شوفوا الفرق بين الفندق العادي والمنتجع، انا بقرا كده اوكي بس انتوا ركزوا بقى ليه، ايه الفرق بين الفندق العادي ده فندق تجاري وده فندق منتجع مش فنادق مش فندق عادي، اللي هو فيه ايه بقى؟
ملاعب، الفندق مش هتلاقي فيه ملاعب، ملاعب جولف، التزلج، السباحه، السباحه اللي هو بيسين بس اوكي، بس الريزورت هتلاقيه ممكن على شط، ممكن تلاقيه على بحر، تمام، ونشاطات اخرى. ويبقى النزلاء لمده تتراوح بين عده ايام وعده اسابيع، ويقع معظم فنادق المنتجعات بقرب البحيرات اهو والجبال او بقرب البحر، الا ان بعضها الاخر يقع قريبا من المدن الكبرى ويصلح مكانا لقضاء الاجازات لسكان المناطق المجاوره. طيب، وتقدم فنادق المنتجعات كذلك بعض النشاطات للزبائنها بداخل الفنادق، وكثير منها يضم بين جبنات جنباته صالات العاب رياضيه، صالات مش جيم صغير، لا ده صالات، صالات العاب التسليه، حمامات سباحه داخليه، وساحه التنس، ويقدم بعضها في بعض الدول العروض الراقصه والموسيقى وضروبا اخرى من التسليه. طيب، نيجي بقى لايه اخر حاجه في الثلاث فنادق الانواع الرئيسيه السكنيه. ايه هي السكنيه؟ هي الفنادق التي تؤجر غرفة أو أكثر إلى الزبائن لفترات طويلة من الزمن، وتشبه هذه الفنادق مباني الشقق إلا أنها توفر أيضا خدمات الطعام والخدمات الخدمة الغسيل والكوي. دي الخدمات الفندقية اللي هي السكنية اللي هي دايمة، يعني تقدر تقول كده اللي هي مش درجة أولى ولا درجة تانية، اللي هي تحت السلم أو اللي هي درجة قليلة مثلا أقل من النجمة، أو اللي هي مش متصنفة أصلا تبع السياحة أساسا، زي مثلا اللوكندات بتاعه زمان كده مثلا ما كانتش تابعه للسياحه يعتبر تقريبا، او ما كانش فيها حاجه سياحه على وقته، ما اعرفش. لوكندات كده واحد شغال جاي مثلا، انا في الكويت هنا مثلا شغال، فانا عايز اروح له الفندق اقعد فيه يومين ثلاثه، شهر اثنين على حسب، ده فندق اسمه فندق سكني كده، فندق نجمري مش هتفرق معانا، كده كده عايز اجي من شغل انام بس مش اكتر، الفندق فيه خدمات ما فيهوش ما تفرقش معايا، واخرهم ممكن كوبايه الشاي اللي يعملها لك، وفي مطعم ما فيش في الفنادق السكنيه زي بيتك كده، كانك انت داخل بيتك بس عشان تنام وخلاص، ممكن ما يكونش في تلفزيون ممكن يكون في الريسبشن بس تحت، او الراديو او صوت او ايا كان بس في الريسبشن، مفيش حاجه عندك في الاوضه فوق غير سريرك ومخدتك لمؤاخذه، تمام. بس كده يعني، اشوفكم ان شاء الله. بس هنشرح الباقي ده، تابعوا باقي الكورس كله عشان هنشرح حلقة النهاردة. أنا بقول منهاش فايدة بس أهو يعني استفدنا شوية برضو. التصنيف الفندقي برضو من إيه توزيعته في خمس نجوم، هنعرف الخمس نجوم إيه الفرق بينها، وأنواع الفنادق التانية عشان نعرف الفندق ده، أول ما يجي فندق في بالي مثلا تصنيف الفندق من خمسة، إيه الفرق بينه وبين اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وإيه اللي فيهم وإيه اللي مش فيهم بالشكل ده. ليه بقى ده كله؟ يعني أنا عندي التمن عوامل دول أنا كنتش عايز أشرحهم، بس هاخد لهم حلقة لوحديهم بكرة مثلا، تمام. تصنيف المنشآت، بس ليه؟ عشان انا ابقى بروفيشنال اكتر. ازاي؟ يعني مثلا العميل جاي مثلا رايح علاج مثلا في بانكوك، تمام، فانا اعرف طالما رايح علاج في بانكوك عايز فندق، ابقى انا اقول له على طول في فندق علاجي اللي هو خاص بالعلاج، او فندق قريب من المستشفى دي، او بيسموه فندق، افهم ان الفندق ده فندق مثلا للعلاج، او فندق علاجي، او فندق طبي، او فندق كذا، هتلاقي فيه متوفر كذا وكذا وكذا، هتوفر فيه كذا وكذا، قريب من المستشفى على الاقل، لو الدكتور مش متوفر في الـ في الـ في, الـ في الفندق هتلاقيه متوفر في المستشفى جنبك، انت مثلا اللي مريض في المستشفى انت عايز تروح تزوره بدل ما تاخد لك مشوار هوب اخر الدنيا، لا ده جنب المستشفى الفندق ده مثلا. كان في فندق مش فاكر اسمه بصراحه، من انا كل شويه بفتكر، عاوز افتكر اسمه مش بفتكر، تمام. مثلا الفنادق الرياضيه، تمام، في فنادق رياضية يا اما تكون قريبة من الملاعب، زي مثلا برشلونة فيها 3 4 فنادق قريبة من الاستوديو بتاع استوديو برشلونة اللي هناك ده، الاستوديو بتاع الملعب، طبعا انتوا عارفين الكلاسيكو بيتعمل فيه طبعا، حلو. فاحنا نفسنا بنحجز والله بنحجز تذاكر المباراة، وبنحجز فندق معاها بنفس الوقت، بنحجز فندق قريب ليه، طبعا يكون قريب للاستوديو 5 دقائق 10 دقائق بالكثير بالسياره، ما يكونش ساعتين طبعا، يعني لو اتاخر خلاص راح الماتش عليه، لا ده ممكن تجيب له فندق 5 6 دقائق، بيكون غالي شويه بس اهو يعني بتوفر عليه وقت، بتوفر عليه فلوس لانه هياخد تاكسي هيدفع فلوس، تمام. يعني كل حاجه ولها حاجه، عايز مثلا سياحه علاجيه مش عارف هتدي له فندق مثلا على الرمله على الشط على الجبل منطقه رطبه مثلا، لو عنده روماتيزم تدي له فندق كذا. فاحنا عشان نعرف بس الفنادق دي ماشيه ازاي، حتى لو مش هتشرح للعميل اهو انت عندك الخلفيه، ممكن تضطر انه العميل يقول لك اشرح لي كذا وكذا، ايه الفرق بين كذا وكذا بس، وانواع الغرف والكلام ده لازم نعرفها برضه، ان العميل بيسال مش ما بيسالش، ايه الفرق بين الغرفه دي والغرفه دي، بيسال وبيطلع عينك لو مؤاخذه صرف الكلمه، ممكن يقعد يومين يسال معاك
مش ساعه ولا دقيقه، ده ممكن يقعد يومين يسال، يتصل بيك اه شفت الغرفه دي في الفكره، طب ايه الغرفه دي؟ انا شفت غرفه على النت والله اسمها اكسكيوتيف. طب ايه دي؟ فاميلي روم. ايه دي؟ طب انا عايز غرفه مفرده، ليه تداني فاميلي روم؟ تشرح له بقى ده سيزون، ده ما فيش اماكن، ده كذا، دي الغرف، الغرف السنجل عندهم فل، الفندق فيه عدد معين للغرف، خمس ست غرف سنجل اتباعوا خلاص. فانت حاطط شخص مش هيقول لك ما فيش غرف عندي، لا هيديك بس كاتيجوري اعلى، كسعر اعلى، وكنوع غرفه كايه يعني كاتيجوري، ده نوع غرفه مثلا، نوع سرير، نوع مش بالشكل ده. ف يعني اعتبروا الحلقه دي دردشه كده وخلاص، او دردشه كده فضفضه، تمام؟ يعني لو كنت طلعت اللايف كان احسن بصراحه من الفيديو اللي انا عملته، بس اهو ونكمل ان شاء الله الحلقه الجايه واشوفكم على خير. شكرا لكم، مع الف سلامه.